ينضم إلنا ولعائلة النمبر. طيب قبل شو رأيكم يا حلوين أنا وياكم نعد النمبر سوا؟ طيب خلونا نعد بالدود العربية. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. زكفة كبيرة لكم. طيب هسا الدود الأجنبي بتزعل ولا ما بتزعل؟ تزعل. طب يلا نرحب بالنمبر الجديد. يلا ويلكم ويلكم نمبر 7. ويلكم ويلكم نمبر 7. ويلكم ويلكم نمبر 7. اذا ذا نيو نمبر توداي نمبر 7. 7 يعني مين هسه يا ناس؟ الكل يركز على اللوح. امامنا مجموعه من الاعراف. الصحيح أبلش أنا أول واحدة؟ يلا نعيد. يلا كم واحدة؟ واحد. واحد يعني ون، اثنين يعني تو. طيب وين تو؟ هون. أحسنتوا. طب هون؟ هون. قول إذا بنحط سيركل على نمبر تو. زكفولي حلا today number 7. good. يلا يا حلا هون ممكن نعد يا مس بصوت عالي. 1 هون هون يا مس. 1 2 3 4 5. 5 شو يعني؟ 5. good. طيب وين 5 هون؟ هون. وين نمبر 7؟ يلا سيركل نمبر 5. جود. زكفولها. نيو نمبر توداي نمبر نمبر نزول يوم كان لزارنا جديد 7. جود. طيب يا مارسيلا مارسيلا يلا هون نعد. واحد يعني 1. طيب وين 1 هون؟ 1. يلا سيركل ذا نمبر 1. زكفة كبيرة لمارسيلا. The new number today number 7. good. تعالي يا روز هون. يلا يا روز نعد بصوت عالي. 1 يعني 1. 2 يعني 2. 3 يعني 3. 4 يعني 4. good. طب وين نمبر 4 هون؟ ممتازة. حطت سيركل على نمبر 4. زكفة كبيرة يا روز. The new number today number طيب شو رايك نعد هون كم وحدة؟ أنا وياك بصوت عالي. يلا 1 2 أيوة 4 5 يعني 5. جود. طيب وين 5 هون؟ هون ولا هون؟ وين؟ ممتاز. يلا سيركل ذا نمبر 5. عبود
تعال هون يلا نعد كم عود عندنا يلا 1 2 3. طيب وين نمبر 3 هون وين؟ جود يلا سير كده نمبر 3 زي كولا نمبر 2 داي نمبر 7 7 شو يعني بالعربي 7 زكفولة تمام today number 7 good يعني 7 the new number today number 7 يعني 7 زكفولة كل اليوم نضم لعائلتنا نمبر 7 صوت عالي نمبرنا نمبر 7 انا مش سامعه نمبرنا نمبر 7 ذكرى كبيره لكم يا صوت